بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض مادة المحاسبة الإدارية في التعليم المفتوح مستوى الرابع فصل تاني. معاكم أستاذة الدكتورة سماسم كامل، أستاذ المحاسبة في الكلية. معلش احنا اضطرتنا الظروف ان احنا نشرح المحاضرة على ملفات، فاتمنى ان شاء الله ان انتم تستوعبوها ونعدي الظروف الطارئة دي ان شاء الله بإذن الله. المنهج بتاعنا بيبدأ في الجزء الاولاني، بياخد في حاجة نظرية بسيطة. الفصل الاولاني مفهوم المحاسبة الادارية، ايه الفرق بينه وبين المحاسبة المالية. المحاسبة الإدارية زيها زي أي نظام معلومات محاسبي، بيختص بتبويب وتجميع وتوصيل معلومات، أنهي معلومات مالية وغير مالية للإدارة العليا. طب هتعمل بيها الإدارة العليا، تستخدمها في تخطيط، في الرقابة، في تقييم الأداء، في اتخاذ قرارات. طب هل المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية زي بعض؟ لا طبعا، هو في تشابه وفي اختلافات. أنا هقول طبعا أهم الأوجه الاختلافات بينهم. المحاسبة المالية ملتزمة بمجموعة من المبادئ المحاسبية. أول ما دخلته في الفصل في المستوى الأول الفصل الأولاني، قلت محاسبة مالية فيها مبادئ مهمة زي الوحدة الاقتصادية، زي التكلفة التاريخية. ففي مبادئ بتحكم القيود والتسويات وإعداد القوائم المالية، أما المحاسبة الإدارية غير مقيدة بالمبادئ المحاسبية. المحاسبة المالية احنا قلنا المعلومات بتاعتها ومخرجاتها اللي هي عبارة عن قوائم مالية بيستفاد منها جهات خارجية بالإضافة طبعا إلى الجهات الداخلية. لكن المحاسبة الإدارية بيبقى تركيزها على الإدارة فقط لا غير، جهات خارجية لا. المحاسبة المالية بيهتم بالمنشأة ككل، يعني كنا بنعمل قائمة دخل على المنشأة ككل، قائمة مركز مالي للمنشأة ككل. أما المحاسبة الإدارية فيها ما بتهتمش بالنظرة كلها، لا جزئية. ممكن نعمل تقرير عن مركز مسؤولية معين أو قسم معين. المحاسبة المالية بتهتم بالمعلومات النقدية. كان عندكم مبدأ مهم جدا اسمه وحدة النقد. مش هقدر اعمل اي حاجة في الدفاتر عندي الا ما بعبر عنها بوحدة النقد. اما المحاسبة الادارية بتهتم بالمعلومات اللي هي النقدية او العليه المالية، وايضا المعلومات غير المالية. المحاسبة المالية كانت بتركز على الماضي والمعلومات التاريخية. هنكون بنقول قائمة الدخل عن سنة مالية انتهت، قائمة المركز المالي برضو بتعبر عليها عن فعاليات. أما المحاسبة الإدارية فبستخدم بجانب البيانات الفعلية بستخدم بيانات تنبؤية أو مستقبلية. طب إيه الأساليب المحاسبة الإدارية اللي إحنا بنتعرض ليها وإحنا ماشيين؟ أول حاجة عندي في خرائط التعادل، تاني حاجة في موازنات تخطيطية، في موازنات رأسمالية، في تحليل مالي ومحاسبي، في محاسبة المسؤولية. ده بس الجزء الاولاني النظري في الفصل الاول. الفصل الثاني مفاهيم التكاليف واتخاذ القرارات الاداريه. انا طب في عندكم في الكتاب مفاهيم كتيره التكاليف، يهمني ان انا اخد ما يناسب العمل اللي انا هشتغل بيه. اللي بيناسبني حاجة اسمها التحليل التفاضلي عشان اقدر اتخذ مجموعة من القرارات. هنشوف زي ايه. فعشان كده انا بقول من وجهة النظر التحليل التفاضلي ان انا اشتغل عليه، في عندي حاجة اسمها تكاليف ملائمة وفي حاجة اسمها تكاليف غير ملائمة. التكاليف الملائمة لاتخاذ القرار، التكاليف بتوقع حدوثها مستقبلا، شرط اساسي ان هي تختلف من بديل لاخر. طب هي بتتميز بان هي تكلفة مستقبلية مش فعلية. تاني حاجة انها تفاضلية. يعني ايه تفاضلية؟ يعني تختلف او تتفاوت من بديل لاخر. لو متساوية في كل البدائل يبقى تكلفة غير ملائمة. تالت حاجة انها تكاليف يمكن تجنبها، يعني المنشأة في حالة توقف النشاط مش هتتحمل التكاليف دي. ودي عبارة عن ايه؟ كل التكاليف المتغيرة، لكن ممكن جزء من التكاليف الثابتة مش هتتحمله الشركة لو قررت وقف النشاط الانتاجي. يعني جزء من التكاليف الثابتة ممكن ان احنا نتجنبها. طيب ايه الانواع بتاعت التكاليف الملائمة؟ في حاجة عندي اسمها تكلفة الفرصة البديلة وحاجة اسمها التكاليف التفاضلية. تكلفة الفرصة البديلة اللي هي التضحية الناتجة عن رفض بديل وقبول بديل اخر. معايا 100,000 اشتري ارض ولا اشتري سيارة؟ لو اشتريت سيارة يبقى ضحيت بالارض.
يبقى هي الإرادة الضائعة على المنشأة في حالة حضور قبول بديل من البدائل تفضيله على بديل آخر. طب إيه هي التكاليف التفاضلية اللي هي تعتبر من أنواع التكاليف الملائمة؟ هي بتعبر عن الفرق ما بين تكلفة استخدام بديل وآخر. إذا كان هذه التكاليف إما أنها تكون متزايدة أو متناقصة. فمتزايدة لو كانت التكلفة زادت، يعني على سبيل المثال زي ما نشوف دلوقتي كان في منتج واحد عندي بيكلفني 10,000، دلوقتي لما دخل عليه منتج تاني التكاليف هتزيد تبقى 15,000، يبقى 5,000 دي تكاليف ايه؟ تفاضليه بالزياده. ماشي. طب ايه بقى التكاليف غير الملائمه؟ احنا قلنا اللي فات ده تكاليف ايه؟ ملائمه. طب ايه هي التكاليف غير الملائمه؟ التكاليف غير الملائمه دي ما بتتاثرش باي بديل من البدائل، متساويه للكل، ودي بنشوفها في التكاليف الثابته. بدفع ايجار المصنع بصرف النظر عن البدائل اللي قدامي. طيب ايه الصفات بتاعتها؟ ان هي لا يمكن تجنبها، غصب عني اتحمل فاتوره الكهرباء، غصب عني اتحمل الايجار الشهري، غصب عني اتحمل مرتبات المشرفين ومرتبات العمال اللي بياخدوها كل شهر. يبقى لا يمكن تجنبها، بتتحملها الشركه بصرف النظر استمرت او توقفت عن النشاط. ايه الصفات؟ الصفه الثانيه ان هي غارقه. يعني ايه غارقه؟ يعني تاريخ تكاليف حصلت في الماضي، يعني تكاليف تاريخيه حصلت نتيجه قرارات ماضيه مش ممكن التراجع فيها. اشترينا آلة من 5 سنين خلاص اشتريناها خلاص، يبقى ادي التكاليف الملائمة والتكاليف غير الملائمة. طب ايه اهم القرارات اللي انا بستخدم فيها مفاهيم التكاليف اللي عندي لاراد اتخاذ القرارات؟ هل في عندي مثلا هضيف منتج جديد ولا ما اضيفش؟ هستبعد منتج قديم ولا اخديه؟ اصنع ولا اشتري؟ اقبل طلبيه معينه ولا ما اقبلهاش؟ استمر في احد خطوط الانتاج ولا اوقفه؟ هنبدأ نطبق التحليل التفاضلي تطبيق عملي لأغراض. طبعا احنا قلنا ان في عندي التكاليف الملائمة لاتخاذ القرارات ان هي تفاضلية، يعني في تفاوت، وهنشوف البعض منها تكاليف، البعض منها ايرادات، البعض منها ارباح، كده بقول عليها تحليل تفاضلي كله. يعني ممكن تكون في تكلفة تفاضلية، وممكن تكون في ايرادات تفاضلية، وممكن تكون في ارباح تفاضلية. هبدأ بالتمرين الأولاني، عندكم صفحة 54. بحاول أعيد صياغة التمرين في شكل تمرين امتحان. بتنتج إحدى المنشآت منتج سين، اقترحت إدارة الإنتاج إضافة منتج جديد والمنتج صاد. في ضوء هذا الاقتراح أمكن توفير بيانات الآتية. بيقول لي لو أنا أنتجت سين لوحده عندي المواد المباشرة 5,000، 6,000، 3,000، 2,000 إهلاك مباني، تأمين مصنع 3,000، تكاليف إشراف 1,000، تكاليف إعلان 500. طب لو أضفت منتج صاد على سينا تبقى التكاليف كلها قد إيه؟ قال لي طبعا هنا تكاليف المواد المباشرة مش هتبقى 5,000، هتبقى 8,000، الأجور المباشرة هتبقى 8,000، الإهلاك 4,500، وهكذا لحد تكاليف الإعلان 1,500. بيقول لي ابدأ الاقتراح بإنتاج منتج سين بس. هل الشركة تنتج منتج سين بس ولا تضيف كمان منتج صاد؟ والله لو كان في منتج سين بس أرباحه التفاضلية أكتر من الأرباح التفاضلية لإضافة المنتج صاد يبقى يفضل منتج سين. طب لو الأرباح التفاضلية للاتنين مع بعض أكتر من منتج سين لوحده يبقى يفضل المنتج صاد. هو جاب لي افتراضين، قال لي افترض ان ايرادات المنتج سين 24,000 ومنتج سين وصاد مع بعض 36,000. الافتراض الثاني قال لي افترض ان ايرادات منتج سين 24,000 زي ما هي، لكن سين وصاد هتبقى 30,000. وبناء عليها باجي بحل بقى الافتراض الاولاني، بحط الايرادات الاول لسين لوحدها وبعدين سين وصاد. لو تلاحظوا ان سين 24,000 سين وصاد مع بعض 36,000، عرفنا الايرادات التفاضليه اللي هي بتتفاوت ما بين البدائل، وقد تكون بالزياده وقد تكون بالنقص، زي التكاليف التفاضليه بالظبط. يبقى عندي هنا الفرق ما بين الاثنين، لو اتنين متساويين يبقى مفيش حاجه تفاضليه هنا، لكن سين وصاد مع بعض 36 يعني زادت الايرادات بمقدار 12,000، يبقى هنا في ايرادات تفاضليه متزايده. عناصر التكاليف مواد مباشرة، أجور مباشرة، إهلاك آلات، إهلاك مباني المصنع، تأمين على المصنع، تكاليف إشراف، تكاليف إعلان. طب كل عناصر التكاليف ديت المنتج سين لوحده 20,500 ابتداء من 5,000 لحد 500،
جمعناهم طلعوا 20,500. طب صافي الربح بتاع مندكسين لوحده كام؟ يبقى 24,000 ناقص 20,500 يديني 3,500. هاجي المنتج س وصاد مع بعض الاثنين، المواد المباشره 8,000. الله، ده كانت الاول 5,000، يبقى زادت التكاليف بمقدار كام؟ 3,000. يبقى هنا في تكاليف تفاضليه متزايده بمقدار 3,000. الأجور المباشرة كانت 6,000 أصبحت 8,000، يبقى هنا زادت التكاليف بمقدار 2000، يبقى 2000 تكاليف متزايدة. إهلاك آلات كان 3,000 أصبح 4,500، يبقى عندي هنا 1,500 الفرق بالزيادة، يبقى هنا تكاليف متزايدة. إهلاك مباني 2000 زيه هو 2000، يبقى ما فيش أي تأثير، ما فيش تكاليف هنا لا متزايدة ولا متناقصة. تأمين على المصنع كان 3,000 أصبح 3,000 زي ما هو. إشراف 1000 أصبح 1,500، بقى فيه تكاليف متزايدة بمقدار 500. إعلان كان 500 أصبح 1,500، بقى فيه 1000 متزايدة. طب إحنا لو جمعنا العناصر المتزايدة، عناصر التكاليف المتزايدة، 3,000 زائد 2000 زائد 1,500 زائد 500 زائد 1000 هيديني التكاليف المتزايدة 8,000. ده في العمود الايه؟ التحليل التفاضلي. تعالوا بقى السين وصاد مع بعض. الإيرادات عندها 36,000. لو أنا جمعت التكاليف ابتداء من 8,000 لحد الإعلان 1,500 هيديني المجموع 28,500. لو أنا طرحت 28,500 من 36,000 يديني صافي الربح 7,500. يبقى هنا صافي الربح في سين لوحده 3,500، في سين وصاد مع بعض 7,500. طب في فرق ما بينهم ولا لا؟ في فرق بالزياده، فرق 4,000. ال 4,000 دي عباره عن ربح تفاضلي. انا ممكن اجيب ال 4,000 من ناحيه تانية. هاجي لعمود التحليل التفاضلي، الايرادات عندي 12,000، حجم على التكاليف اللي هي المتزايده كلها هتطلع 8,000. 12,000 بالزياده ناقص 8,000 بالزياده يديني 4,000 بالزياده. ده الافتراض الاولاني. الافتراض الثاني هعمل نفس الشيء، لكن الايرادات الخاصه بس وصاد مع بعض 30,000. يبقى عندي هنا ايه؟ الايرادات زادت بس 6,000، لكن التكاليف عندي زي ما هي. اجمالي التكاليف المتزايده 8,000. حاجه بص على الربح بتاع س لوحده 3,500، الربح بتاع س وصاد مع بعض 1,500. يبقى واضح ان الربح هنا كان 3,500 اصبح 1,500، يبقى نقص، يبقى كان في خساره تفاضليه. يبقى لما ينقص الربح معناته كانه ايه؟ خساره تفاضليه. اجيبها ازاي برضو؟ من العمود التحليلي التفاضلي. هقول 6,000 ايرادات بالزياده في عمود التحليل التفاضلي فوق، هطرح منها اجمالي التكاليف اللي هي بالزياده 8,000. 6,000 ناقص 8,000 هيديني ناقص 2000، يبقى اذا خساره تفاضليه. يبقى بناء عليها ادي اقول كده في ظل الافتراض الاولاني يمكن اتخذ قرار بالموافقه على اضافه المنتج صاد، حيث ان الايرادات التفاضليه المتزايده اللي هي 12,000 هتغطي لي التكاليف التفاضليه المتزايده اللي هي 8,000، هيبقى في ارباح تفاضليه بمقدار 4,000. طب الافتراض الثاني اللي يمكن اتخاذ قرار بعدم الموافقه على اضافه منتج صاد، ليه؟ لان الايرادات التفاضليه المتزايده 6,000 في حين التكاليف التفاضليه المتزايده 8,000، يبقى في هنا خساره تفاضليه بمبلغ 2000. طيب هنشوف التمرين الثاني. بتفكر شركة الأمل للأدوية في استبدال أحد الأدوية بدواء جديد وفي ميال البنات الأمكن الحصول عليه. المنتج القديم جاي إيراداته وتكاليفه، والمنتج الجديد جاي إيراداته وتكاليفه. المطلوب إجراء التحليل التفاضلي للمقارنة بين البديلين لكي تتمكن الشركة من اتخاذ القرار السليم، هل تستبدل ولا ما تستبدلش. نبدأ نحل التمرين. هنخلي آخر عمود التحليل التفاضلي. المنتج القديم كان إيراداته 350,000، الجديد 400,000، يبقى هنا الإيرادات زادت بمقدار 50,000. هطرح من الإيرادات كل التكاليف. عندي تكلفة الإنتاج التام المباع 175,000 في حالة القديم، الجديد 200,000، يبقى عندي هنا في تكاليف متزايدة 25,000. الإهلاك كان 25,000 أصبح 40,000، يبقى فيه عندي 15,000 تكاليف متزايدة. الإيجار كان 30,000 والمنتج الجديد 30,000، يبقى ما فيش هنا حاجة، ما فيش تكاليف هنا لا متزايدة ولا متناقصة، صفر. الإعلان كان 40,000 أصبح 22,500، يبقى الإعلان ناقص، يبقى هنا تكاليف متناقصة بمقدار 17,500. العمولات كانت 0 أصبحت 20,000، يبقى زادت بمقدار 20,000. العمولات كانت
صفر أصبحت 20,000، يبقى عندي هنا زادت بمقدار، كانت صفر أصبحت 2000، زادت بمقدار 2000، يبقى عندي إجمالي التكاليف في حالة المنتج القديم 270,000. لو أنا طرحتهم من 350,000 هيديني صافي الربح 80,000. إجمالي التكاليف في حالة المنتج الجديد 312,500. لو أنا طرحتهم المنتج الجديد 400,000، يبقى يديني صافي الربح 87,500. هاجي للعمود التحليلي التفاضلي، عندي إيرادات متزايدة 50,000، هعمل إيه بقى في التكاليف؟ المتزايدة كلها أجمعها مع بعض، اطرح منها المتناقصه، يديني عندي اجمالي التكاليف 42,500. 42,500 هطرحها من، يعني بطرح التكاليف من الايرادات التفاضليه، الايرادات التفاضليه اطرح منها التكاليف التفاضليه، هيديني 7500. يبقى 7500 وصلت لها من العمود، وممكن اوصل لها من الصف. كانت في المنتج القديم 80,000، أصبحت 87,500، يبقى في فرق هنا في الربح بالزيادة 7500. طبعا القرار هشيل المنتج القديم هستبدله وحط المنتج الجديد، ليه؟ لأن في عندي أرباح تفاضلية بمقدار 7500.